جريمة قتل بشعة تهز الدار البيضاء. مدمن مخدرات يذبح والده وزوجته. أقدم شاب ثلاثيني على قتل والده وزوجته هذا الأخير بمنطقة السيد الخضير بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء مساء اليوم الاثنين 31 من يناير 2022. وحسب مصادر مطلعة فإن الشاب عند إقدامه على ذبح والده وزوجته لم يكن في وعيه، إذ كان تحت تأثير المخدرات من صنف القرقوبي. وأضافت المصادر ذاتها أن زوجة الأب لفظت أنفاسها فورا في حين ظل الأب يصارع الموت إلى أن لفظ أنفاسه لحظات بعد تدخل طبي بعين المكان. واعتقلت الشرطة الشاب المعني بالأمر البالغ من العمر 34 سنة ووضعته تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على التحقيق. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.